البطيخ في تصعيد جديد لأزمة جامع اللخمي، الجمعة المقبلة ستقام بإشراف الأمن. معقول يس، الحكاية هذه ذكرتني بحاجة. عثمان بطيخ سنقيم صلاة الجمعة القادمة بجامع اللخمي بصفاقس، وسيصعد الإمام الذي عينته بالقوة العامة. مفلس فكريا هذا هو أنت يا بطيخ. بالله لمحة صغيرة لك الموميا متاعنا في كارتاج ونرجع للبطيخ. في الهند عندهم 54 مليون إله وجمعهم غاندي حول الوطن، وفي تونس عندنا رب واحد سبحانه وتعالى، وفرقتنا موميا لحد يومنا هذا ما حبتش تقتنع انه عهد الفراعنة انتهى وولى. لذا بجاه ربي اعملوا عليها طلة الموميا السبسية في قصر الرئاسة بكارتاج، فهموها يرحم والديكم، حاولوا تقنعوها انه عهد الفراعنة انتهى. إيه؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. صلاة بالقوة العامة يعني هذه آخر حاجة يعني تصورت باش نوصلوا لها ووصلنا لها يعني. وبصراحة اللي باش يمشي نهار الجمعة باش تقيم صلاة الجمعة وباش يمشي نهار الجمعة يصلي ويصفق ويشرب الجازوز، راهم ماشيين يصليوا للنداء وماشيين يصليوا البطيخ، وراهو نفاق 1000 مليون% نفاق، وراهو 5% اللي مازلت لنا امل في البلاد رانا تهلكنا فيها صراحة تامة. وزير شؤون دينية يعني هو لا محالة ديما نسمع قالوا انا باش نعاود يسموا فيه مفتي الحجامة، يعني ما نعرفش عليه، يعني كل ما نلقى تصويته نلقى تحتها مكتوبة مفتي الحجامة. خاطيني يا سيدي الشيخ، ما قلتش نحكي لك اش قاعد نقرا يعني نشوف ديما، كي نشوف تصويتك نلقى تحت ديما يكتبوا مفتي الحجامة مفتي الحجامة، حبيت نفهم شنو. بون السيد هذايا كان مفتي يعني قبل، رجل دين ووزير شؤون دينية معلم، يعني يجي يستدل بآية غير موجودة في القرآن يا معلم. ما نعرفش فما حاجتين، يا نحن المسلمين الكل غالطين والسيد بطيخ هذايا هو الوحيد اللي عنده النسخة الأصلية من القرآن، يا هو برجلي يلزم يشوف حل لروحه، يعني يلزم ما نعرفش باش نقول لك يا معلم، اتكل على الله واشتغل رقاصة كيف ما قال الآخر، ما نعرفش يعني. وبجاه ربي نحب نسأل يعني العامة، نحب نسأل التوانسة بصفة عامة، وين يسكن بطيخ مثلا، بلي تشوفوش يجي يعني في صلاة الصبح مغرب عشاء، يجيش للجامع يعني يجي يصلي يعني تشوفوا فيه يعني. سؤال سيد الوزير، مين؟ وسع بالك يا بطيخ وخايب الرسمي، وسع بالك ورد بالك يا ودي بصفاق، خسر ما يبرجوك والله يبرجوك ويسربوك كامل الرجال سيب عليك. ننصحك نصيحة على وجه الله انا وانت يا خويا، تصرف. حاجة أخرى، الجامع راهو مش ضرب بنك، راهو اسمه هذاك البقعة اللي نمشيو لها نحن نصليو فيها، الجامع اسمه بيت الله ماهوش بيت بطيخ، لذا تلم يرحم والديك يصلح رايك يجعل منك. وبرجولي ان شاء الله يعني نتمنى من عند ربي ان نصلي عليك على قريب يعني صلاه الجنازه، والله العظيم انا نجيك بالذمه، والله نجيك بنبدا نصلي اياها يا ربي، الحمد لله يا ربي اياها رتحتنا من بصراحه يعني تعلم. وحاجه اخرى بربي يا سيدي الوزير، يعني انت انسان معلم ياسر وانت رجل دين وتفهم لها بالضبط، هل تعرف شنو هو حكم اللي يجبر الناس باش يصليوا وراء امام وهما كارهين؟ يعني نتصور تعرف، كما تعرفش برا اسال وليد عمي. واليوم راه واسع سيد الوزير، اما غدوه الله اعلم، يعلم كان ربي. لذا هما كلمتين تو في صفاقس يوريوك عرض، تو تشوف عرض جميل جدا، خاطر صفاقس صناديد والله باش تمشي لصفاقس تضحك الناس على روحك، وباش تضحك البلاد كامل على روحك وتروح. لذا ارحل يا بطيخ إلى مزبلة التاريخ. السلام عليكم، وكالعادة في تونس علينا بالصبر والكارت الحرش.